من لم تصل إلى مناطقهم الحرب وصلت إليهم تبعاتها الكارثية. أمراض وأوبئة عديدة أصبحت تميز اليمن عن غيره من البلدان. فإلى جانب أزمة نقص الغذاء والأدوية والمياه الصالحة للشرب، يعود وباء الكوليرا ليشكل الهاجز الأول لمعظم السكان. أرقام وإحصاءات دولية لا تتوقف عن واقع الكارثة المرضية التي أصابت جميع المناطق أمام إهمال في استيعاب حجمها وتعطيل لكافة الجهود الدولية لتلافيها. منظمة الصحة العالمية أعلنت أن حصيلة الوفيات جراء الوباء وصلت إلى 2134 حالة منذ أبريل الماضي. التقرير الأخير للمنظمة قال إن محافظة حجة هي الأولى في عدد الوفيات، في حين لا تزال محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء القابعتان تحت سيطرة الميليشيا الأكثر من حيث عدد الإصابات. لا تتوقف مشكلة الكوليرا عند الارتفاع في أعداد الإصابة فحسب، بل إن الأسباب أصبحت تعود إلى عدم السماح للمنظمات من تأدية أعمالها في المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى التلاعب في المساعدات، وهو الأمر الذي عقد من إمكانية السيطرة على الوباء. في الجديد، أقرت مجموعة عمل تابعة لتحالف الانقلاب عدم جدوى تنفيذ أي حملة لقاحات للكوليرا في المرحلة الراهنة، الأمر الذي اعتبره صحيون بمثابة خلق كارثة جديدة فيما يخص عرقلة جهود التخفيف من الوباء الذي بات يهدد اليمنيين أكثر من أي وقت مضى. هذا القرار جاء بالتزامن مع وصول طائرة شحن تابعة لمنظمة برنامج الغذاء العالمي إلى مطار صنعاء، تحمل على متنها 85 طناً من المساعدات العلاجية، بينها لقاحات وأدوية خاصة بالكوليرا. منظمة هيومن رايتس ووتش تحدثت في وقت سابق أن الجهات المسيطرة على مطار صنعاء أحبطت مراراً وتكراراً الجهود الإنسانية لتوفير اللقاحات، ومنها اللقاحات المخصصة للأطفال، ورفضت أكثر من مرة السماح لطائرات تحمل لقاحات بالهبوط في صنعاء، ونهبت شاحنات تبريد وفرتها الوكالات الإنسانية للقاحات. يقف اليمنيون عالقين في حرب لم تتوقف وأزمات إنسانية لا حصر لتبعاتها، وبين هذا وذاك تتقلص فرص نجاتهم وتتسع أمامهم دائرة المأساة الإنسانية.